السلام عليكم يا شباب، اهلا بيكم في قناه مستر وائل للبيولوجي. اعزائي طلبه الصف الاول الثانوي الترم الاول، بدانا مع بعض يونت 2 عن السيل ستراكشر اند سيل فانكشن. خدنا الاول في شابتر 1 ايه هم الايفورتس اوف ساينتست علشان يوصلوا للسيل ثيوري، ونعرف ان السيل هي البيلدينج اند فانكشنال يونت اوف اول ليفينج اورجانيزم، ونعرف كمان ان السيل كمز فروم بري اكزيستنج سيل، يعني لازم يكون في سيل تتخلق منها السيل الجديده، صح كده؟ تمام. وعرفنا بعد كده ان السيل ديسكفري ده كان مرتبط بالميكروسكوب، وخدنا انواع الميكروسكوب، اللايت ميكروسكوب والالكترون ميكروسكوب. والحقيقه طبعا الحمد لله ان احنا في العلم قدرنا نتوصل للالكترون ميكروسكوب عشان نعرف السيل الترا ستراكشر اللي هناخده دلوقتي بالتفصيل، ونعرف قد ايه ربنا ابدع في 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 خلق السيل اللي هي لوحدها كده ليفينج اورجانيزم. في بعض السيل جسمهم عباره عن وان سيل زي الاميبا والبراميسيوم وكل اليونيو سيلولار ليفينج اورجانيزم، فلازم ربنا يحط فيها ستراكشر اللي هناخدها دلوقتي علشان يخلي السيل دي دو اول بيولوجيكال فانكشن او اول بيولوجيكال ايبريشن اللي كيب ذا كونتينيوتي اوف لايف. هنبدا مع بعض على تو ليسون السيل الترا ستراكشر. اتفضلوا معايا يا شباب. اوكي تمام، هنتكلم عن السيل الترا ستراكشر. كلنا عارفين دلوقتي ان السيل هي الستراكشرال يونت، وهي كمان الفانكشنال يونت بتاعت كل الليفينج اورجانيزم. طيب السيل زي ما عارفين كده قلنا الكاركترستيك اوف ليفينج اورجانيزم، يبقى السيل لازم تعمل الكاركترستيك اوف ليفينج اورجانيزم دي، يعني السيل لازم تعمل جرو، ولازم تعمل دايجيشن، ولازم تعمل ريسبيريشن، ولازم تعمل ريبرودكشن، ولازم ريسبوند تو الاستيمولاي، من الاخر تو بيرفورم اول الفايتال اكشن او اول الفايتال اكتيفيتي او اول فايتال فانكشن اللي احنا عارفينها. طيب ازاي بقى السيل هتعمل all vital functions دي؟ in order to know how the cell perform all these functions لازم نشوف السيل بارتس او السيل ستراكشر اللي هتعمل اللي بتكون السيل، وكل اورجانيل فيهم ايه وظيفته، عشان في الاخر السيل دي as one unit تعمل كل الفانكشنز دي، صح كده؟ فهنبتدي ندرس دلوقتي السيل الترا ستراكشر. طيب جنرالي خلينا يعني نفهم كده مبدئيا، بس جنرالي لو دي بلانت سيل، خلينا في الانيمال سيل، لو دي انيمال سيل عباره عن ايه السيل؟ عباره عن بروتوبلازميك ماس، زي ما انتم شايفين كتله من البروتوبلازم. ايه البروتوبلازم ده يا مستر؟ البروتوبلازم ده عباره عن سيتوبلازم والنيوكليوس، والسيتوبلازم ده كمان فلويد فيه شويه اورجانيلا اهو زي ما انتم شايفين. الاورجانيلا دي قد تكون متحوطه بممبرين كده فبنسميها ممبرينس اورجانيلز، وقد تكون نوت سراوندد باي ممبرين فهنسميها نون ممبرينس اورجانيلز. البروتوبلازميك ماس دي متحوطه بايه؟ متحوطه بحاجه من الاثنين، يا سيل ممبرين لوحده ده في حاله الانيمال سيل، يا سيل ممبرين اند سيل وول ده في حاله البلانت سيل. سهل. يبقى جنرالي كده نرجع تاني لينا، جنرالي كده بيزيكالي كده السيل از بيزيكالي ميد اوف بروتوبلازميك ماس سراوندد باي يا اما سيل ممبرين وسيل وول وده في حاله البلانت سيل، او سيل ممبرين اونلي ده في حاله الانيمال سيل. طب البروتوبلازميك ماس دي بتتكون من ايه يا مستر؟ البروتوبلازميك ماس دي ديفايدد انتو نيوكليوس وسيتوبلازم. اوكي طب السيتوبلازم ده فلويد يا مستر ما فيهوش حاجه؟ لا، في اورجانيل اهو. ذا سيتوبلازم كونتين اوف جروب اوف ماينيوت سيلولار ستراكشر، هنسميهم ايه؟ هنسميهم سيل اورجانيلز. كلمه اورجانيلز هي المصغر بتاع كلمه اورجان، يعني اورجان صغير، اورجان جوه السيل صغير فبسميه اورجانيل، صح كده؟ طب الاورجانيل دي ممكن تكون ممبرينس يعني سراوندد باي ممبرين، وممكن تكون ما في السيتوبلازم كده، يبقى نون ممبرينس اورجانيل. سهل. هناخد الدياجرام ده اللي احنا هنمشي عليه اللي هو وصف الكلمتين اللي فات، وهو ده الدرس او الشابتر بتاعنا كله كتير على طول اسمه. تمام. يبقى السيل يا مستر عباره عن ايه؟ السيل عباره عن بروتوبلازميك ماس سراوندد باي يا سيل ممبرين بس، يا سيل وول وسيل ممبرين. طب البروتوبلازميك ماس دي عباره عن ايه؟ عباره عن نيوكليوس وسيتوبلازم. كلنا عارفين ان النيوكليوس دي عباره عن دايره كده، يعني فيها ميمبرين، يبقى نيوكليار ميمبرين جواها اكيد في فلويد، هسميه السيتوبلازم بتاع النيوكليوس فنسميه ايه؟ فنسميه نيوكليوبلازم. وجواها الجيناتيك ماتيريال اللي هي عباره عن كروماتين ريتيكولم زي ما كلنا عارفين، اللي هتتحول بعد كده لكروموزوم ساعه السيل ديفيجن، صح كده؟ وفيها كمان النيوكليولس اللي هنصنع فيها الريبوزومز عشان بعد كده الريبوزومز دي ناخدها وتبقى اورجانيل ونصنع بيها يا شباب. هناخد الكلام ده كله دلوقتي، ما تستعجلوش، خلينا بس ايه يعني في الخريطه العامه اللي احنا هنمشي عليها.
اوكي. البروتوبلازم، البروتوبلازمك ماس قلنا نيوكليس وسيتوبلازم. طب السيتوبلازم ده الفلويد اللي عايم فيه بقيه الاورجانيل، والاورجانيل دي حاجه من الاثنين، يا ممبرينس اورجانيل يا نون ممبرينس اورجانيل. طب احنا ليه قلنا دول الاول ما نقول الممبرينس الاول؟ هقول لك بس دول اثنين كده نخلص منهم وبعد كده ندوس بقى في الممبرينس اورجانيلس عشان هم كتير. اوكي، فالسيتوبلازم في اورجانيل يا متحوطه بممبرين كده سميها ممبرينس اورجانيلز، يا اما سويم كده فلويد كده ان ذا سيتوبلازم بسميها نون ممبرينس اورجانيلز. مين النون ممبرينس اورجانيلز؟ الريبوزومز اللي هي مصنع البروتين في السل، السنتروسوم اللي خدناه قبل كده في السل ديفيجن بيلعب فيري امبورتنت رول ان سيل ديفيجن، الاندوبلازميك ريتيكولم which has an important role in transporting everything inside the cell، دي شبكه الطرق بتاعه السل. اوكي، اللايزوزومز هنعرف ايه هي وايه فايدتها بعدين، فاكيولز، جولجي بودي نسبه للعالم اللي اسمه جولجي اللي اكتشفها، جولجي بودي او جولجي اباريتس، ميتوكوندريا مصنع الطاقه في السل. اوكي، اند بلاستيدز اللي كل الناس عارفه الجرين بلاستيدز بتعمل فوتوسينثيز بروسيس بس ما يعرفوش ان في انواع تانية من البلاستيد، هناخد احنا انواع البلاستيد كلها. اوكي يا شباب، نراجع الخريطه تاني اللي هنمشي عليها وفي نفس الوقت يعني تترص العناوين كده في دماغنا. السل عباره عن بروتوبلازميك ماس سراوندد باي سيل وول او سيل ممبرين او سيل وول اند سيل ممبرين. حلو جدا، هناخد دول النهارده مع اول حته النيوكليوس دي، هناخد السيل وول والسيل ممبرين. نخش بقى على البروتوبلازميك ماس. البروتوبلازميك ماس دي يعني نيوكليوس وسيتوبلازم. النيوكليوس دي برضه هناخدها النهارده عباره عن نيوكليار ممبرين جواها في نيوكليوبلازم وكروماتين ونيوكليوس. اوكي، السيتوبلازم ده يؤجل بقى ليسن 2. السيتوبلازم ده فيه اورجانيل، هو فلويد لايك ستراكشر كده. اوكي، فيه اورجانيل، في الاورجانيل دي يا اما حواليها ممبرين اسميها ممبرينس اورجانيلز، يا اما نوت سراوندد باي ممبرين اسميها نون ممبرينس اورجانيلز. مين هم النون ممبرينس اورجانيلز؟ دول الريبوسوم والسنتروسومز. مين هم بقى الممبرينس اورجانيلز؟ الاندوبلازميك ريتيكولم، لايزومز، فاكيولز، جولجي اباريتس او جولجي بادي، ميتوكوندريا اند بلاستيدز. نبدا بسم الله نشوف ده. طبعا تعال نشوف كده بعض البرودكتس كده او بعض الاورجانيل كده اللي احنا قايلينها. تعالوا نشوف هنا بعض الاورجانيل. ادي السيل ممبرين اهو، نرجع للبلانت سيل عشان نشوف السيل وول. سوري، نرجع للبلانت سيل. ادي اللي بره ده السيل وول، اللي جوه ده السيل ممبرين اهو. الاورجانيل الكبير ده اللي هو النيوكليوس. اوكي، ذا موست اوبيفيوس اورجانيل جوه السيل، بس في الانيمال سيل اللي هي موست اوبيفيوس اورجانيل اللي هي اكتر حاجه واضحه يعني هي في البلانت سيل، انما في الانيمال سيل بلاقي الفاكيول اكبر منها شويه، فالفاكيول بيبقى اكبر بس من الايه، من البلانت سيل. في البلانت سيل الفاكيول بيبقى اكبر من النيوكليوس. نكمل. ايه دي جرين بلاستيدز يا شباب، كلنا عارفينها دي جرين بلاستيدز، دي الميتوكوندريا. شايفين النقط السوداء دي؟ نشوفها في البلانت سيل او في الانيمال سيل. شايفين النقط السوداء دي؟ النقط السوداء دي هي الريبوزومز، ده مصنع البروتين. ادي التوز سنتريول بتوع السنتروسوم، ده السنتروسوم. اوكي تمام، دي الميتوكوندريا قلنا، دي الفاكيول. بصوا الفاكيول في البلانت سيل كان كبيره ازاي، نرجع كده في البلانت سيل. بصوا البلانت سيل الفاكيول كبيره ازاي، بنسميها ساب فاكيول، انما في الانيمال سيل بيبقى فيه ممكن 2 او 3 فاكيول وبيبقوا سمول ان سايز كده. اوكي طيب، ايه دي حاجه اسمها سايتوسكيلتون، هناخدها كمان شويه دلوقتي في مع السيتوبلازم، او هناخدها في الليسون الجاي مع السيتوبلازم. دي عباره عن شويه مايكرو تيوبيولز كده وشويه فيلمنتس تو سبورت السيل برضه. اوكي، واكت از او هيلب ان ترانسبورتيشن اوف سام سب. دي الاندوبلازميك ريتيكولم يا شباب. اوكي، دي الرف اندوبلازميك ريتيكولم اللي حواليها ريبوزومز، ودي السموز اندوبلازميك ريتيكولم. اوكي، ده الجولجي اباريتس او الجولجي بادي. هناخد بقى كل واحده من دول بالتفصيل. نبدا النهارده بالسيل ممبرين اند سيل وول. كلنا خدنا يا جماعه في يونت 1 ان السيل ممبرين ده قصدي السيل وول، هنبدا بالسيل وول. خدنا ان السيل وول معمول من ايه يا شباب؟ من سيلولوز، صح كده؟ والسيلولوز عباره عن كومبلكس شوجر معمول من بيلدينج يونتس اسمها جلوكوز، ماسكين مع بعض بجلوكوسيدك بوند. الكلام بقى داخل في بعض اهو، يونت 1 دخلت مع يونت 2. طيب، هل السيل وول ده يا شباب موجود في كل السيل؟ لا طبعا، انا متاكد ان هو موجود في البلانت سيل. طب مش موجود في الانيمال سيل وموجود في البلانت سيل. طب هل موجود في بعض السيل الاخرى؟ طب انا قلت دلوقتي السيل وول معمول من سيلولوز، الكلام ده في البلانت بس. اوكي، انما السيل وول بيبقى موجود في البلانت سيل، والالجي دي تبع البلانت. كده كده الترم الجاي ان شاء الله هناخد الكلاسيفيكيشن اوف ليفنج اورجانيزم، وهنعرف ان الالجي ده سمبل بلانت. اوكي، يعني تبع البلانت. فالبلانت والالجي والفنجاي انا كاتبها بالاحمر اهو علشان اقول لك ان اللي هتكلم عليه بعد كده، واقول لك ان البيلدنج يونت اوف ذا سيل وول سيلولوز ده في البلانت بس. الفنجاي البيلدنج يونت بتاعت السيل وول ما اسمهاش سيلولوز، اسمها كايتين. اوكي تمام، هناخدها الترم الجاي بس ابقى عارف ان السيلولوز ده انا قصدي بيه البيلدنج يونت اوف ذا سيل وول اوف بلانت سيل. اوكي
اوكي وsome types of bacteria. طيب but it doesn't present in animal cell. انا موجود في البلانت سيل ومش موجود في الانيمال سيل، موجود في البلانت سيل والفانجاي وsome types of bacteria. طب الاستراكشر it is composed mainly of cellulose fiber، وعارفين ان السيلولوز معمول من ريبيتد يونت، بصوا كده ادي السيل وول معمول من سيلولوز والسيلولوز معمول من سيلولوز فايبر معمول من ريبيتد يونت اوف جلوكوز، هم ماسكين مع بعض. كام واحده دول؟ يجي ملايين. ها اوكي تمام. طيب بقول لك هو كومبوزد اوف سيلولوز، بس انا قصدي البلانت سيل او الالجي، انا قلت الالجي تبع البلانت، انما في الفانجاي هي مش علينا المعلومه دي، ولكن هي في الفانجاي مختلفه عن السيلولوز. مختلفه ازاي؟ اسمها كايتين يا شباب. طيب الفانكشن بيعمل ايه السيل وول ده؟ ايه البينفيتس اللي بتستفيد منها السيل من السيل وول؟ اولا السيل وول اللي موجود في البلانت سيل واخدينها المعلومه دي من ابتدائي، بيخلي في ديفاين شيب للبلانت سيل، انما انيمال سيل ما فيهاش سيل وول فممكن الشيب بتاعها يتغير، تيجي كده شويه تبقى بدل ما هي سفيريكال تبقى اوفال شويه اليبتيكال شويه، صح كده؟ سوري يا شباب. انما البلانت سيل حواليها سيل وول بيديها ديفاين شيب، صح كده، وبيحافظ عليها وسبورت ايت وبروتكت ايت، بيخليها ليها ديفاين شيب كده ما بيتغيرش، صح كده. يبقى اول حاجه اول فانكشن للسيل وول ان هو سبورت السيل اللي هو فيها، سواء بلانت سيل او فانجاي سيل او بكتيريال سيل، سبورت السيل دي وبروتكت السيل دي وجيف ذا سيل اتس كاركترستيك او ديفاين شيب. تاني حاجه هي هنا مش باينه، هتشوف في صوره ثانيه هي باينه، هو بيتد مخرم، ها في بورز كده مخرم زي المصفى كده اللي عند ماما في المطبخ اما تيجي تسلق مكرونه، اكيد كلنا عارفين المصفى دي، يعني بتيجي الست ماما تسلق المكرونه فتروح حاطه شويه ميه مع شويه ملح ومش عارف ايه وتحط المكرونه لغايه ما المكرونه تتسلق، تروح جايبه بقى المصفى دي دلق المكرونه بالميه، تروح المصفى دي منزله لك الميه بالصولت اللي دابت فيها باي حاجه دايبه في الميه وتسيب لك المكرونه بس. يعني المصفى اللي عند ماما في البيت دي بتعدي ايه؟ بتعدي الووتر واي حاجه دايبه في الووتر. نفس الكلام السيل وول ده بتت مخرم، فبالتالي الووتر بتعدي واي سبستانس ثانيه بتعدي، اي حاجه بتعدي، اوكي؟ اي حاجه تعدي من بره السل لجوه السل، واي حاجه من جوه السل ممكن تخرج بره السل، صح كده؟ يبقى it is permeable. يعني ايه permeable؟ يعني اي حاجه بتعدي. As it allows the passage of water. ووتر واي حاجه اهي اند ديزولفد سبستانس ثرو ات ايزلي. ليه؟ عشان هو بتد يعني مخرم، اوكي يا شباب. طيب احنا كده خلصنا الكلمتين اللي احنا عايزين نقولهم على السيل وول، اظن كلمتين سهلين جدا، معلومتين اضافيتين كده مع حته تيست يور سيل. طب نشوف الحته دي كده، عشان الحته دي اللي انا قلتها، افتكروا ان السيل وول هربط لكم يونت 1 ويونت 2 دلوقتي، افتكروا ان السيل وول في البلانت سيل مينلي كومبوزد اوف هاي موليكولار ويت بوليمر اللي احنا عارفين ان هو سيلولوز، واحنا خدنا ان السيلولوز ده كومبلكس شوجر انسولبل ان ووتر، اوفن هاز ذا بيتر تيست، يعني مش سويت تيست، طعمه مش حلو ولا حاجه، اند كومبوزد اوف ريبيتد يونت اوف جلوكوز، وكل المعلومات دي احنا خدنا اكتر منها كمان في ايه؟ في يونت 1. طب فور الستريشن اونلي، في البرينيال تريز، ايه البرينيال تريز دي؟ البرينيال تريز دي اللي هي التريز اللي بتطلع الهارفست بتاعها المحصول بتاعها وانس افري يير، مره كل سنه، ماشي؟ زي البالم تريز، البالم تريز اللي هي بتطلع الديتس ده اللي هو البلح ده بتطلعه ايه؟ شهر 7 8 9 في الحدود دي، هي مرة في السنة، البلح ده ما بيطلعش غير في الموسم، زي المانجا بتطلع في موسم معين وهكذا، اوكي؟ البرينيال تريز دي مالها بقى زي البالم تريز كاركترايزد باي، طب دي بتبقى نخلة عالية جدا البالم تريز دي، ويبقى في ويند بقى في الشتاء وفي كلايماتيك تشينج وويزر فاكتورز كتيرة، طيب ما هو أنا لازم كده أديها السبورت المناسب علشان تو ويزستاند السترونج ويندز دي، صح كده؟ يبقى بيقول لك كاركترايزد باي كونتيننج سيل وول ذات بلاي ان امبورتنت رول، ده في البالم تريز كده، ان بروتكتنج ذا سيل اند ميكينج ذيم ويزستاند يقاوموا الويند اند the other weather factors. This wall provides the cell with strong support. النخلة دي لو مش strong والسيلز supported كده شوية هوا هياخدوها يوقعوها، صح كده؟ النخلة طويلة او عملاقة. انما تعالى شوف حاجة زي السمول هيربيشيس او هيربال بلانت، حاجة زي الملوخية بلانت كده، حاجة زي الكلوفر بلانت اللي هو البرسيم، حاجة كده عودها صغير واخضر كده، مالها دي بقى؟ دي بقى لو هي strong كده، كون عودها صغير كده وسوفت وإلاستيك، لو هو مش إلاستيك الويند هتكسره، فلازم يبقى إلاستيك الويند تاخده كده وترجعه تاني كده، اوكي؟ فبيقول لك ايه؟ The herbal plants دي are characterized by containing cell wall with elasticity اهو with little elasticity. ليه؟ That makes them to be able to maintain their shape وفي نفس الوقت when exposed to strong wind، تروح معايا يمين وشمال كده وستاند الاسترونج ويند ده،
اوكي طيب تيست يور سيلف. تعالوا نشوف كده سؤال بسيط جدا. This is the shape of onion plant cell under light microscope. ده شكل البلانت سيل بتاعت الاونيون تحت الميكروسكوب اللايت مايكروسكوب طبعا. اوكي عشان بالالكترون مايكروسكوب هنشوف النيوكليس دلوقتي عامله ازاي بالالكترون مايكروسكوب. طيب which of the following is not from the characteristic of structure X. طب هو X ده مشاور على ايه؟ X ده يا شباب مشاور على ايه؟ على السيل وول صح كده؟ تمام. طيب انهي فيهم ماشي is not from the characteristic. انا هختار الجمله اللي ما تنطبقش على السيل وول. طيب it is polymer insoluble in water. طبعا ده معمول من سيلولوز والسيلولوز insoluble in water. الجمله دي صح فهسيبها. It is present in all cells of living organisms. لا ده مش موجود غير في البلانت سيل والفانجاي سيل وسام تايبس اوف بكتيريا. مش موجود في بقيه السيل واهمهم الانيمال سيل. يبقى الكلام ده نوت ابلايد على الايه على على السيل وول. هي غالبا دي الاجابه. نتاكد ان الاثنين التانيين تبع السيل وول. It has high molecular weight. طبعا ده repeated units of glucose ليه high molecular weight. It is bedded. طبعا it is permeable. اي حاجة هو مخرم فأي حاجة بتعدي من السل وتخرج برا السل عادي جدا. مفيش كنترول. اللي عايز يدخل يدخل واللي عايز يخرج يخرج. تمام. خلصنا السل وول. عرفنا ان هو موجود في البلانت سل والفانجاي بس هو مختلف في الفانجاي ومش موجود في الـ في الـ في الانيمال سل. عرفنا ان هو معمول من repeated unit of glucose. ماسكين مع بعض كده وعاملين سيلولوز صح كده. نتكلم على السيل ممبرين. طيب هو ينفع يا شباب اي حاجه تخش السل واي حاجه تخرج من السل؟ ربنا خلق السيل وول بيرميبل عشان اي حاجه بتخش واي حاجه بتخرج ما عنديش اي كنترول. يبقى لازم ربنا يخلق السيل ممبرين وفي الانيمال سيل دي هو اول لاير اصلا السيل ممبرين اللي كنترول السبستانس اللي انتر وليف السل. ما ينفعش احنا في بيوتنا عاملين باب شقه ليه؟ عشان مش اي حد يخش شقتي واي حد يخرج من شقتي. انا هشوف مين اللي بره باب الشقه ده واسمح له بالدخول ولا ما اسمحلوش صح كده؟ دي اهم وظيفه للسيل ممبرين. مين اللي يخش السل ومين اللي ما يخشش according to the need of the cell. هو انا هدخله ده بمزاجي عشان بحبه يعني؟ لا عشان انا عايزه. اوكي طب ده مش هيخش ليه؟ عشان انا مش عايزه. اوكي اتفقنا يا شباب. طب اللوكيشن it's around the protoplasmic mass او ممكن نقول around the cytoplasm في كل السل. اوكي تمام. الاستراكشر بيتكون من ايه؟ احنا لو فهمنا الرسمه دي يا جماعه في الكلام ده كله خلاص تحصيل حاصل. تعالوا نشوف مع بعض السيل ممبرين ده بيتكون من ايه ونشوف قد ايه ربنا مبدع في هذا الخلق يعني. اوكي ده من اول احنا لسه ما دخلناش جوه السل. بص الابداع اللي في السيل ممبرين اصلا. اوكي السيل ممبرين بيتكون من ايه؟ شايفين بيتكون من تو لايرز. كل الحمر دول تو لايرز. اهي لاير فوق ولاير تحت. انا هاخدها واكبرها دلوقتي. تو لايرز لاير اهي ولاير اهي. التو لايرز دي كل لاير معموله من فوسفوليبيد فيبقى معمولين من تو لايرز من فوسفوليبيد. ونفتكر بقى الفوسفوليبيد اللي خدناها قبل كده بقى في يونت 1 ده معموله من تو فاتي اسيد عشان الثالث شلته وحطيت بداله كولين جروب وفوسفيت جروب لو انتم فاكرينه. الهيد الحمراء دي هي الجليسرول مولكيول اللي هو الالكوهول مولكيول مع الكولين جروب والفوسفيت جروب وادي التو فاتي اسيد الديلين اللي طالعين دول واضح جدا. هنا كمان اهو الديلين اهمت وادي الهيد اهي. الهيد دي بنسميها الهيد دي اهي بنسميها هيدروفيلك هيد. هيدروفيلك طبعا اكيد هتاخدوا الكلام ده في الكيمياء بتفصيل اكتر من كده. هيدروفيلك يعني بولر يعني لاف ووتر يعني بتدوب في الميه تمام. فتلاقي ادي الهيدروفيلك هيد وتلاقي التيل هيدروفوبيك. ليه هيدروفوبيك؟ بيكره الميه. ليه بيكره الميه؟ عشان هم تو فاتي اسيد واحنا لما خدنا في الليبيدز ان الفاتي اسيد دي مالها انسولوبل ان ووتر فعشان كده هي هيدروفوبيك ما بتحبش الميه. يبقى الهيدروفيلك تيل والهيدروفوبيك سوري الهيدروفيلك هيد والهيدروفوبيك تيل ادي اول لاير. تاني لاير الهيدروفيلك هيد والهيدروفوبيك تيل. طيب التو لايرز دول مقابلين بعض ازاي؟ مقابلين بعض جوه بالتيلز انسايد ذا سيل انسايد ذا سيل ممبرين التيلز بتقابل بعض واوتسايد ذا سيل ممبرين في الهيدروفيلك ايه هيد بحيث ان الهيدروفيلك هيد دي تبقى مقابله الووتر كونتنت اوتسايد ذا سيل. لو اعتبرنا اللي فوق ده اوتسايد ذا سيل يبقى الهيدروفيلك هيد هي اللي مقابله الووتر اللي اوتسايد ذا سيل والهيدروفيلك هيد اللي تحت دي بتاعت اللاير اللي تحت هي اللي مقابله الووتر كونتنت اللي جوه السيل. لو كان ربنا عكس بس خلى الهيدروفيلك هيد دي هي اللي جوه والهيدروفيلك هيد دي والتيل اللي بره كان السيل اتدمرت. ليه اتدمرت؟ علشان السيل دي بارت من التيشو اللي هي فيه صح كده.
فالهيدروفوبيك تيل ده مش هيندمج في الووتر كونتنت اللي موجوده بين السيل، وبالتالي السيل مش هتقدر تو كيب الايف. ده حتى من اول ما نبدا كده لو كان ربنا بس قلب دي جوه ودي بره ما كانتش السيل دي عاشت. اوكي يا شباب، انا لازم ربنا كان يخلي الهيدروفيلك هو اللي بره، اللي بره السيل يعني، واللي كمان مواجه للكونتنت اللي جوه السيل، ويخلي الحاجه الهيدروفيلك دي مدفونه جوه السيل ممبرين، دي مش باينه اصلا. اتفقنا يا شباب؟ طيب ما في حاجات تانية هو شايفينها. طيب نكمل، احنا ما كملناش، احنا قلنا عندنا تو لايرز دلوقتي من الفوسفوليبيد، بحيث بس ربنا رصهم كده بحيث ان دايما الهيدروفيلك هيد هي اللي بره، سواء فيس الووتر كونتنت اوتسايد ذا سيل او فيس الووتر كونتنت انسايد ذا سيل. صح يا شباب؟ طيب في حاجات هي شباب 1 2 3 4، في كذا حاجه هي ايه دي؟ دي بروتين مولوكيول. ايه وظيفة البروتين مولوكيول؟ اولا البروتين مولوكيول دي تحس انها امبيدد كده، مزروعة جوه الفوسفوليبيد لاير او جوه التو لايرز اوف فوسفوليبيد. صح؟ ليه يا مستر مزروعة دي بقى؟ علشان دي اللي اكت اس جيتس، دي اللي هتعمل بوابات او اللي هتشتغل كبوابات، اللي هتدخل السبستنس جوه السل او تخرج السبستنس من السل. تخيلوا يا جماعه سور نادي، سور النادي كبير جدا، وكل شويه كيلومترات كده او كل حته كده من السور نروح عاملين بوابه، عشان البوابه دي تدخل الحته الاجتماعيه، والبوابه دي تدخل على الحته الرياضيه، والبوابه دي مش عارف تدخل على الملاعب وهكذا. صح كده يا شباب؟ نفس الكلام، انا السل عندي كلها سل ممبرين ما بين، او كلها فوسفوليبيد تو لاير وفوسفوليبيد، وكل شويه ربنا يروح حاطط حته بروتين كده عشان دي تبقى بوابة. اوكي؟ طيب هل بس كده؟ لا، في حاجة تانية كمان. البروتين ده ليه فانكشن تاني، ان هو بعض المولوكيولز والبروتين يعني بعضهم يشتغل جيتس بوابات، وبعضهم يشتغل از ايدنتيفيكيشن سايت. يعني ايه ايدنتيفيكيشن سايت؟ يعني علامه للسل، علامه للسل عشان الحاجه اللي جايه لها تعرفها. يعني مثلا ماما قالت لك روح هات لنا في سوبر ماركت جديد فتح، او روح هات حاجه من عند واحده صاحبتها. ساكنه فين واحده صاحبتها؟ هتقول لك علامه مميزه عشان تروح لواحده صاحبتها اليوم، انت اول مره تروح لها في حياتك ما تعرفهاش. هتقول لك عارف الجامع الفلاني او عارف الصيدليه الفلانيه؟ هتقول لها اه. تقول لك البيت اللي جنب الصيدليه على طول. خلاص، فهي عرفتك البيت عن طريق ان هي قالت لك حاجه سعادتك لاند مارك انت عارف. نفس الكلام، انا دلوقتي عندي حاجه هنا ماشيه في البلد ماشي كده، فيه هرمون مثلا رايح ياثر على سل معينه في اورجن معين، وليكن الاورجن ده الليفر. انا كده كهرمون ماشي في البلد ده، مشيت قابلت شويه اورجنز ما عرفتهمش، ماليش قوي، فضلت ماشي لغايه ما جيت عند السل دي، لقيت العلامه اللي قالوا لي عليها هي الايدنتيفيكيشن سايت اهو، اللي هو البروتين مولوكيول ده. يبقى هي دي السل اللي انا عايزها، اخش بقى هنا. صح كده؟ يبقى البروتين مولوكيولز دي مهمه جدا ان هي اكت اس جيتس، كبوابه كده فور انترانس اند اكزيت اوف سبستنس تو اند اوتسايد ذا سيل. وحاجه ثانيه كمان بتشتغل ايدنتيفيكيشن سايت للهرمونز بقى، للانزيمز، لاي حاجه. تمام؟ اوكي. طيب في حاجات تانية، ايوه في حاجات تانية، في حاجه هي مهمه جدا. شايفين الخبور اللي لونه يلو شويه ده؟ ده عباره عن كوليسترول مولوكيول، واحنا خدنا الكوليسترول قبل كده، ده ليبيد ديريفاتيف. صح كده؟ اوكي. في كوليسترول مولوكيول اهو. ليه بقى كوليسترول مولوكيول يا جماعه؟ الفوسفوليبيد ده فلويد او ليكويد، لايك سيمي ليكويد كده، ها يعني حاجه سائله كده مش حاجه سوليد. صح كده؟ فبالتالي مش عارفين مثلا ما نمسك عسل نحل كده، تحس ان عسل النحل ايه، هو مش زي الووتر كده، هو ايه، في شويه فيسكوستي كده، شويه لزوجه، فانت لو مسكته هيروح يقع كله منك. صح كده؟ طب ربنا يعمل ايه بقى عشان يخلي السيمي فلويد بتاع الفوسفوليبيد ده يبقى ماسك نفسه شويه؟ ربنا يجي مع كل ما بين كل شويه فوسفوليبيد كده ويروح حاطط مولوكيول اوف ايه، اوف كوليسترول، زي ما انتم شايفين اهو، واحد كوليسترول اهو، كذا واحد اهو. ده الكوليسترول ده اللي بيخلي السيل ممبرين انتكت وكوهيسيف، ماسك في بعضه كده، كان يا جماعه ده الجلو الصمغ اللي هيمسك الفوسفوليبيد مولوكيول مع بعض، عشان يخلي لك السيل ممبرين ده كله ايه، انتكت وكوهيسيف متماسك وون يونت كده. صح كده؟ طيب امال ايه يا مستر الحاجات الصفراء والحاجات الزرقاء دي؟ لو انتوا ركزتوا كده وهي مرسومه تمام كده، دول شويه جلوكوز مولوكيول زي ما انتوا شايفين لينكد توجذر، هم تقدر تقول ده بولي ساكرايد مثلا. صح كده؟ علشان واحنا بنتكلم في اليونت 1 قلت السيل ممبرين بيتعمل من كل انواع الماكرو مولوكيولز او البيولوجيكال ماكرو مولوكيولز، ما عدا طبعا النيوكليك اسيد عشان ده قصه لوحديها مختلفه، ده جوه النيوكليس مالناش دعوه بيه. يعني لازم البروتين تشترك في صناعه السيل ممبرين، وكمان الليبيدز، وعندي انواع من الليبيدز اهو، ليبيد ديريفاتيف وكومبلكس ليبيد اهو، وكمان الكربوهيدرات لازم يبقى ليها دور، علشان كده السيل ميمبرين يبقى داخل فيه كل البيولوجيكال ماكرومولوكيولز. يعني ارجو ان الموضوع يكون سهل، تعالوا نقرا الكلمتين دول بسرعه وهنلاقيهم خلاص سهلين ادام احنا فهمنا الرسمه. اوكي؟ تمام.
يبقى تعالوا نتكلم على السيل ميمبرين. اتس اراوند ذا سيتوبلازم في كل السيل. الاستراكشر ده سيمي بيرميابل ميمبرين. يعني ايه سيمي بيرميابل؟ كان السيل وول بيرميابل، اي حاجه بتعدي، ووتر ده فيها اي حاجه بتعدي، ده بقى سيمي بيرميابل. يعني ايه سيمي بيرميابل؟ يعني الووتر تعدي بحريه تامه، مفيش مشكله، الووتر تعدي زي ما عايزه. انما الاذر سبستنس في حاجات تعدي وبريت معين كمان، وفي حاجات نوت الاود انها تعدي. اكوردنج تو مين؟ اكوردنج تو ذا سيل نيد. السيل عايزه السبستنس دي هدخلها لك، مش عايزه السبستنس دي مش هدخلها لك، صح كده؟ تمام. يبقى ايه السن؟ سيمي بيرميابل ممبرين بيتكون من ايه زي ما احنا شفنا بقى؟ بيتكون من تو لايرز اوف فلويد فوسفوليبيد. انا قلت فلويد عشان تتخيلوا بس ان هو مش حاجه سوليد، هو حاجه ليكويد. السل دي في الاخر كانها عايمه، كانها نقطه زيت عايمه على وش الميه كده، اوكي؟ ادي الفوسفوليبيد، يعني ليبيد اهو مولكيول وفلويد. هو وير اتش 1، اتش 1 انت بتقول لي تو لاير، كل لاير بقى منهم اتش 1 كونسيست اوف هيد وتيل. هيدروفيلك هيد زي ما احنا شفنا، او بولر هيد اللي هو سولوبل ان ووتر، وهيدروفوبيك تيل اللي هو نون بولر. طب الهيد موجوده فين؟ الهيد دي بتواجه الميه، عشان هو اهو قلت لي سولوبل ان ووتر، قلت لي هيدروفيلك بتحب الميه، يبقى فيسز الووتر ميديوم او الووتر كونتنت انسايد ذا سيل اند اوتسايد ذا سيل. انما التيل ده ما بيحبش الميه، ما بيدوبش في الميه، انسولوبل ان ووتر اهو، فلاقيه فين؟ ار بريزنت انسايد ذا سيل ميمبرين، من جوه، ها اهو من جوه مش باين خالص، تمام؟ اوكي. طيب ادي التو لاير اوف فوسفوليبيد، لاير اهي الحمراء اللي فوق دي ولاير الحمراء اللي تحت دي. في ايه تاني بقى؟ في مولكيولز اوف بروتين امبيدد امونج ذا مولكيولز اوف ذيس تو لايرز اوف فوسفوليبيد. اهو بروتين مولكيول مزروع جوه اللاير او التو لاير اوف فوسفوليبيد. ليه يا عمي مزروعين دول؟ علشان اوف سام اوف ذم اكت اس ايدنتيفيكيشن سايت، بعضهم يستغل كايدنتيفيكيشن سايت، الهرمونات والانزيمات والحاجات دي كلها تعرف السيل اللي هي عايزاها من الايدنتيفيكيشن سايت دول، اوكي؟ ماشي. ايدنتيفيكيشن سايت لمين؟ للديفرنت سبستنس اللي ماشيه في البلد كده، زي النيوترينت، زي الهرمونز، زي الانزيم، زي اذرز بقى، تمام؟ حلو. وبعضهم يشتغل ايه؟ سام اذر مولكيولز اوف بروتين، يعني اكت از جيتس، بوابات للباسج اوف سبستنس ان اند اوت ذا سيل اكوردنج تو ذا سيل نيد. طيب كل ده بقى قلت لكم هيبقى عامل سيمي ليكويد كده، ده ممكن كله ينهار، فربنا يروح عامل بقى ايه شويه جلو كده، شويه صمغ كده، تمام؟ ينعمل ايه بقى؟ ربنا عمل ايه؟ عمل مولكيولز اوف كوليسترول سبستانس ار لينكد ويز فوسفوليبيد مولكيول. ليه؟ تو مينتين ذا سيل ممبرين كوهيسيف اند انتكت، مرتبط ببعضه كده، وان يونت، متماسك مع بعضه، هو وان يونت، اوكي؟ تمام. ايه الفانكشن؟ اولا اتس اراوند ذا سيل، ومن غير ما يسراوند ذا سيل وبيفصلها عن الكونتنت اللي بره ما بقاش في سيل. يعني تخيل كده واحد فينا ساكن في الدور الارضي، شقته عباره عن الاربع حيطان دول. طب لو الاربع حيطان دول احنا شلناهم، شلنا الوولز بتاعت الشقه بتاعته، بقت شقته جزء من الشارع، بقيت انا وانا وائل كده ماشي في الشارع، شقته جزء من الشارع، عادي جدا اعدي من شقته كده عشان اعدي الناحيه الثانيه، صح كده؟ يعني من الاخر شقتنا هي الوول الخارجي. نفس الكلام لو ما فيش سيل ممبرين، وده يعتبر الفيرست لاير، لو ما في، لو احنا في انيمال سيل يعني ده اللي محوط السيتوبلازم، لو ما فيش سيل ممبرين ما بقاش في سيل اصلا، صح كده؟ السيتوبلازم بالنيوكليوس هيخرجوا بره السيل وما بقاش في سيل. يبقى اول فانكشن اتس اراوند ذا سيل اند سيبريت اتس كونتنت فروم ذا سراوندنج ميديا، هو اللي فاص، هو اللي مخليها سيل. ذيرفور ات بريفنتس سبريدنج اوت اوف ذا بروتوبلازم اوتسايد ذا سيل، بيمنع انتشار السيتوبلازم بره السيل، بيمنع يعني هروب السيتوبلازم لبره السيل. تاني حاجه هو ده عنده جيتس، عنده بوابات، اللي غصب عن الحاجه عشان تخش السيل لازم تخش من البواب. انا كده كنادي مثلا عامل جيتس عندي، عشان غصب عن عين الاعضاء وهم داخلين مش هينطوا السور هم، صح؟ هيخشوا من الجيتس دي، تمام؟ فانا اللي هتحكم في مين اللي يخش النادي ومين اللي ما يخشش. نفس الكلام السيل ممبرين عنده جيتس، هو اللي هيقول مين اللي يخش السيل ومين اللي ما يخش، according to مين؟ according to need، مش according to مزاجه، according to cell need، حسب احتياج السل. يبقى it perform the main role in organizing، في تنظيم ايه؟ تنظيم ال passage of substance that enter or leave the cell اهو to and from the cell. طب key point، شوية حاجات كده نخلي بالنا منها بتقع شوية. ايه هي؟ اولا انت ما جبتش سيرة ان مثلا ان في كربوهيدرات موجودة في الايه؟
في الـ او يعني انا بتكلم على الكتاب، هو ما جابش سيره ان في كربوهيدرات موجوده في السيل ممبرين، بس انا وريتها لك وهو موجود هيقولها في الكي بوينت اهي. ذا سيل ممبرين كونتينز 3 تايبس اوف بيولوجيكال ماكرو مولكيول اللي احنا خدناها، شيل لي بس النيوكليك اسيد على جنب، الثلاثه التانيين موجودين اهي، ويتش ار كربوهيدرات، فيبو كربوهيدرات، وفي بروتين، وفي ليبيد. وخلي بالك من الليبيد دي بقى، في كومبلكس ليبيد اللي هي فوسفوليبيد ويتش از فوسفوليبيد، وفي ليبيد ديريفاتيف اللي هو كوليسترول، بس ما فيش سيمبل ليبيد. خلي بالكوا عشان ده سؤال بيجي وبنقع فيه، مفيش سيمبل ليبل، السيمبل ليبل كانت فات واويل وواكس، ولا في فات ولا في اويل ولا في واكس، اوكي؟ تمام. طيب قلنا السيل وول لو انتم فاكرين ده بيرميبل، انما السيل ممبرين اسمه سيمي بيرميبل ممبرين، او اسم ده سيمي بيرميبل دي باللاتيني، اسمه بالانجليزي سيلكتيف بيرميابيليتي، الاثنين واحد، قول لي فيهم اللي يعجبك يعني. ليه سيلكتيف بيرميابيليتي؟ يعني ايه سيلكتيف بيرميابيليتي؟ يعني الاو ذا باسج اوف سام سبستانس فريلي. مين هي السبستانس دي؟ هي حاجه واحده، الووتر. الووتر دي اللي تعدي بدون حساب اهو، اتقلاو ذا باسج اوف سام سبستانس بين قوسين ووتر ها فريلي. انما السبستانس الثانيه كنترول ذا باسج اوف سام اذر سبستانس، انت عدي وعدي بالكميه المعينه وانت بقى هي بس كده، اند بريفنت ذا باسج اوف اذر سبستانس، في سبستانس ثانيه مش هتدخل السيل. اكوردنج تو مين؟ اكوردنج تو ذا سيل نيد، حسب انا محتاج الحاجه دي كسل ولا لا. صح كده يا شباب. تعالوا نقارن بين السيل وول والسيل ممبرين كده، واحنا خلصنا المعلومات بتاعت السيل وول والسيل ممبرين. اوكي نشوف اللوكيشن ونقارن بينهم. اللوكيشن ده موجود في كل السيل؟ لا، ده اللي موجود في كل السيل اهي، اتس اراوند ذا سيتوبلازم ان اول سيل. ده موجود في البلانت سيل كسيلولوز، وموجود في الفانجاي قلنا كايتين مش علينا، وموجود في سام تايبس اوف بكتيريا، انما اللي متاكدين منه ان هو مش موجود في البلانت في الانيمال سيل. اوكي يا شباب. طيب الاستراكشر ده بيتكون من بيلدينج يونت في البلانت اسمها سيلولوز، صح؟ السيلولوز ده بيتكون من بيلدينج يونتس ثانيه اسمها ايه؟ اسمها جلوكوز اللي هي مونوساكارايد، ماشي. انما البلازما ممبرين او السيل ممبرين، اسمه على فكره سيل ممبرين او بلازما ممبرين، يعني ما حدش يعني في الفري تماما تقول اي واحده فيهم. اوكي تمام. انما شفنا السيل ممبرين بيتكون من ايه؟ بيتكون من تو لايرز اوف فوسفوليبيد، كل لاير فيهم بتتكون من هيدروفيليك هيد وهيدروفوبيك تيل، تمام. تاني حاجه مولكيولز اوف بروتين، بعضهم اكت از جيتس وبعضهم اكت از ايدنتيفيكيشن سايت. تالت حاجه كمان في مولكيول اوف كوليسترول السبستانس اللي هي اكت از جلو اللي هنمسك بيها كده السيل ممبرين عشان يبقى كوهيسيف وانتكت، صح كده. يعني هو المشكله ان انتوا بتقعوا دايما ان مفيش كربوهيدرات عشان هو ما بيجيبش سيرتها هنا، هو في كمان مولكيول كربوهيدرات. طيب الديسكريبشن ده بيتد انفلوب، ده جدار بيتد مخرم، اي حاجه عايزه تخش السل واي حاجه عايزه تخش تخرج من السل تخرج، بس تكون دايبه في الميه. ما احنا مش هنجيب شويه تراب وندخلهم جوه السل، احنا عايشين في انفايرمنتال، يعني ربنا خلق جسم الليفنج اورجانيزم 70% ووتر، اي حاجه عايزه تخش السل وتخرج من السل تخش بالووتر وتخرج من الووتر، صح كده يا شباب. يبقى هو بيتد انفلوب فهو بيرميبل، اللي انت بص اللي تحتيها كلمه بيرميبل، اي حاجه تخش واي حاجه تخرج. اوكي انما هنا ده مش بيت، ده ممبرين سيميلر تو اويل، كانها نقطه زيت فلوت ان ووتر، عشان الهيدروفيليك هيد بره والهيدروفوبيك تيل جوه، فكانها كده ات ريزمبل ا دروب اوف اويل او اويل لاير فلوت ان ووتر سيرفيس. اوكي اويل لاير يعني كذا سل جنب بعض بقى، كانهم تحس ان هم اويل لاير، عارف اما نجيب شويه زيت ندلقهم على وش الميه كده، فتلاقي ايه الدنسيتي بتاعت الاويل لزن الدنسيتي بتاعت الووتر، فتلاقي الووتر كده تحت والاويل ايه فوق. طيب البرميابيليتي احنا قلنا ده بيرميبل، ده بقى سيمي بيرميبل، ده ووتر هتعدي براحتها، بعض السبستانس اللاود انها تعدي ببرسنت معينه كمان او باماونت معينه، وبعض السبستانس ار نوت اللاود انها تعدي، تمام. ايه الفانكشن؟ احنا خلاص قلناها، ده سبورت اند بروتكت اند جيف ذا سيل اتس ديستينكت شيب، وكمان ات از بيرميبل، الووتر واي سوليبل سبستانس تعدي بدون حساب بيكوز ات از بيتد ايزلي، هي بتعدي بسهوله، تمام. طب ايه الفانكشن؟ اولا اتس اراوند ذا سيل وسيبريت ذا كونتنت اوف ذا سيل فروم ذا سراوندينج ميديا، عشان كده هو بيمنع ات بريفنت اهو سبريدنج اوت اوف ذا بروتوبلازم اوتسايد ذا سيل. تاني حاجه ده ليه سيلكتيف بيرميابيلتي، ده اللي اورجانيز مين اللي يخش السل ومين اللي ما يخشش اهو، ات بيرفورم ا مين رول ان اورجانيزنج ذا باسج اوف سبستانس ذات انتر اور ليف ذا سيل. خلصنا دلوقتي ويتش سراوند ذا سيل، خدنا السيل وول والسيل ممبرين، في بعض السيل حواليها سيل ممبرين بس، وبعض السيل حواليها سيل ممبرين وسيل وول، واحنا خلصنا اللي هو كده كده سراوند السيل. نخش بقى في البروتوبلازميك ماس اللي هو السيل من جوه بقى، فيها بروتوبلازميك ماس. البروتوبلازميك ماس دي عباره عن نيوكليوس عايمه في سيتوبلازم، والسيتوبلازم فيه اورجانيل كتير. طب انت ليه فصلت يا مستر النيوكليوس عن السيتوبلازم؟ بقيه الاورجانيل موجوده في السيتوبلازم، انا
انا فصلت النيوكلياس عن السيتوبلازم عشان النيوكلياس دي لوحديها اهم حاجه في السل. ما ينفعش تجيب مثلا رئيس الجمهوريه تحطه في وسط الشعب كده وتعامله معامله الشعب العادي، لا ده رئيس الجمهوريه هيتعامل معامله خاصه، صح كده؟ النيوكلياس دي هتتعامل معادله خاصه. نيوكلياس دي از ذا موست امبورتنت اورجانيلا ان ذا سيل، صح كده؟ هي اللي كارج جينيتك انفورميشن، هي اللي هتقول لك السل دي هتبقى في انهي اورجان وهتعمل ايه وايه الفانكشن بتاعتها وايه بقد ايه ولو فيها حاجه دامج انا اللي هصلحها. هي كل في الكل، ما تتعملش معامله بقيه الاورجانيل. او بقيه الاورجانيل مهمه جدا طبعا، ومن غيرها الليفنج اورجانيزم او الليفنج سيل دي مش هتعمل الفانكشن بتاعتها ويل داي، ولكن اهم واحده فيهم هي النيوكليس بتتعامل معامله خاصه. طيب النيوكليس طبعا بفضل الالكترون مايكروسكوب الصوره دي الحمد لله قدرنا نحصل عليها. اوكي، لو احنا شفنا كده مره، نرجع كده شويه، نرجع كده، لو احنا شفنا هنا اتفضلوا، ده صوره، ده صوره الاونيون بلانت باللايت مايكروسكوب بالكومباوند مايكروسكوب. هو انا شايف حاجه؟ ده انا شايف نقطه اسمها نيوكليس. اوكي، مش شايف اي حاجه غير نقطه. بفضل الالكترون مايكروسكوب قدرنا نعرف السيل الترا ستراكشر لكل اورجانيل اللي هناخده دلوقتي بدءا من النيوكليس. لو بصينا تحت الالكترون مايكروسكوب كده بالترانسميشن الكترون مايكروسكوب، اهي نيوكليار نيوكليس اندر ذا ترانسميشن الكترون مايكروسكوب، هلاقي دي النيوكليس بس، ها بقيه السيل اكبر من كده بكتير. هلاقي النيوكليس عباره عن ايه؟ عباره عن سفير كده، ممكن يكون شكلها سفيريكال، شكلها اوفال شويه. موجوده فين؟ موجوده في السنتر اوف ذا نيوكليس، في الميدل سوري مو سنتر اوف ذا سيل، موجوده في الميدل بارت اوف ذا سيل او السنتر اوف ذا سيل. اهم حاجه في السيل موجوده في السنتر اوف ذا سيل. اهم حاجه زي مثلا بيت اللي هو قصر الاتحاديه، ده اللي يعتبر البيت بتاع رئيس الجمهوريه او مقر حكم رئيس الجمهوريه، موجود فين؟ موجود في قلب العاصمه، صح كده؟ مش موجود في اي محافظه من المحافظات، موجود في قلب العاصمه، صح كده؟ نفس الكلام النيوكلياس دي هي البيج بوس بتاعت السل، موجوده فين؟ في نص السل، بقيه الاورجانيل كلها تحت امرها، اوكي؟ تمام؟ يبقى النيوكلياس ات از ذا موست اوبفيوس اورجانيل، اكتر اورجانيل واضح اول ما تشوف كده. انت شفت وريتك من شويه بالكومباوند مايكروسكوب، انت بصيت بالكومباوند مايكروسكوب ما لقيتش اصلا غير ايه؟ غير النيوكلياس، اوكي؟ طب لما نكبر بقى بالالكترون مايكروسكوب ما هي هتفضل اكبر حاجه برضه، صح كده؟ تمام؟ يبقى ات از ذا موست اوبفيوس اورجانيل، اكتر جانيل واضح ان ذا سيل ذات كان بي سين اندر ذا مايكروسكوب اند ات از سفيريكال اور اوفال شيب، شكلها سفيريكال شكل كوره صغيره كده او اوفال او اليبتيكال شويه مطوله شويه كده. موجوده فين؟ ات از اوفن لوكيتد ان ذا سنتر اوف ذا سيل ان ذا ميدل اوف ذا سيل. بتتكون من ايه؟ تعالوا بصوا احنا كده يعني الرسمه عندي تكفيني، انت كطالب الرسمه تكفيك، احنا اتفقنا احنا يهمنا الفهم. فانا عمري ما هاجي اقول لك سمع النيوكليس بتتكون من 1 2 3 4 خالص، انا عايزه في دماغك. الرسمه دي لو في دماغك هنفهم كل حاجه. تعالوا نبص، دي كده النيوكليس، بصوا كده النيوكليس. لو ما فيش النيوكليار ممبرين ده، النيوكليس كونتنت دي هتوه جوه السيتوبلازم، صح؟ يبقى لازم يكون عندي نيوكليار ممبرين تو سراوند ذا كونتنت اوف ذا نيوكليس، صح كده؟ يبقى عندي اول حاجه نيوكليار ممبرين او نيوكليار انفلوب. طيب جوه النيوكليس ده بقى في ايه؟ جوه النيوكليس ده في سبيس، املاب ايه؟ املاب بليكويد، بفلويد اسمه ايه؟ هو الفلويد عموما اللي بيملى السيل اسمه سيتوبلازم. فالفلويد اللي هيملى النيوكليس هسميه برضو سيتوبلازم، بس السيتوبلازم بتاع النيوكليس، صح كده؟ فاسميه ايه؟ اسميه نيوكليوبلازم، يعني السيتوبلازم بتاع النيوكليس، صح كده؟ طيب هنحط فيه ايه بقى السيتوبلازم ده؟ هنحط فيه الجيناتيك ماتيريال بتاعتنا، ايه البتاعة دي كده؟ الجيناتيك ماتيريال، تمام؟ الجيناتيك ماتيريال اسمها ايه يا شباب؟ اسمها كروماتين او كروماتين ريتيكولم، اللي هيعمل ساعات السيل ديفيجن كروموزوم، صح كده؟ تمام، انا حافظ هنا الجيناتيك ماتيريال بتاعتي، حافظها جوه النيوكل، اساسا الفانكشن بتاعت النيوكلس انها تحافظ لي على النيوكليك اسيد او الكروماتين اللي جوه، اللي هو الجيناتيك انفورميشن بتاعت السيل. طيب حاجه ثانيه موجوده واضحه جدا اهي، اسمها ايه؟ اسمها نيوكليولس. نيوكليولس يعني تصغير النيوكليس، يعني بالعربي بيسموها النويوه، هي النيوكليس هي النواه، فدي النويوه بقى، مش عارف بالعربي اسمها ايه، اوكي؟ اتفقنا يا شباب؟ يبقى دي النيوكليولس، تصغير النواه يعني. اوكي يا شباب. طب النيوكليولس دي وظيفتها، النيوكليولس دي احنا عارفين من الليسونز السابقه ان الدي ان ايه ده وظيفته ان هو كاري جيناتيك انفورميشن علشان تو دو اول فانكشن اوف ذا سيل. واللي كمان الجيناتيك انفورميشن دي هتتنقل من جينيريشن لجينيريشن، هتتنقل من الاباء للابناء عشان الابناء يطلعوا زي الاباء بالظبط، او يعني زي السبيشيز بتاعهم، يعني مش زيهم في الشكل، يعني الهيومن يتجوز هيومن يخلف هيومن، الدوج يتجوز دوج، فالجيناتيك انفورميشن لازم تروح له زي ما هي عشان يطلع نفس السبيشيز، صح كده؟ تمام. طيب احنا خدنا ان الدي ان ايه ده هيعمل سينسز او ديسكريبشن للار ان ايه، والار ان ايه يخرج بره السيتوبلازم كده
عشان يتحول الى بروتين. مين اللي هيحول البروتين؟ هنعرف كمان شويه ان مصنع البروتين في السل اسمها الريبوزوم. طب طب الريبوزوم دي هتتعمل فين؟ الريبوزوم دي هتتعمل جوه النيوكليولس. يبقى النيوكليولس دي حته جوه النيوكليس وظيفتها سينثيسيس اوف ريبوزوم. بعد كده الريبوزوم دي تخرج بره للسيتوبلازم عشان الريبوزوم دي هي اللي تعمل سينثيسيس اوف بروتين. يعني النيوكليولس هي مصنع الريبوزوم، اللي هو الريبوزوم ده نفسه مصنع ايه؟ مصنع البروتين. صح كده؟ اتفقنا يا شباب؟ طب نشوف شكل دايجراماتيك بقى، ده الشكل تحت الميكروسكوب. نشوف شكل دايجراماتيك بقى، بص شكل دايجراماتيك، ادي النيوكليير ميمبرين اهو، وشايفين ان هو بيت ده هم خرم اهو، صح كده؟ ليه؟ تو الاو ذا باسج اوف سبستانس فروم ذا نيوكليس تو سيتوبلازم اند فروم ذا سيتوبلازم تو نيوكليس. صح؟ جوه بقى النيوكليير ميمبرين في فراغ اهو، هيتملي بايه؟ هيتملي بالنيوكليوبلازم، اوكي؟ اللي هو السيتوبلازم بتاع النيوكليس. وجوه النيوكليوبلازم ده هيبقى فيه ايه؟ كروماتين، هي التانجت فيلمنت اللي انتوا شايفينها دي اللي عامله كروماتين ريتيكولم، اللي ساعه السيل ديفيجن هتشوفها ان ذا فورم اوف كروموزوم، وكلنا عارفين شكل الكروموزوم عامل ازاي، وهنفتكره كمان شويه كمان مع بعض. تمام؟ وايه بقى الحته دي؟ دي اسمها النيوكليولس، ودي اللي هي تصغير نيوكليس، اللي هي الحته الصغيره اللي جوه النيوكليس اللي هيتصنع فيها مين؟ اللي هيتصنع فيها الريبوزومز. صح كده؟ الريبوزومز دي بعد كده تخرج بره النيوكليولس، تخرج هنا، تخرج من النيوكليير ميمبرين وتروح على السيتوبلازم عشان تصنع البروتين في السيتوبلازم. صح يا شباب؟ تمام. اللي بره دي اسمها الاندوبلازميك ريتيكولم، ودي هتلاقي النيوكليير ميمبرين متصل بالاندوبلازميك ريتيكولم عشان اي حاجه عايزه تخرج من النيوكليس تروح خارجه على الاندوبلازميك ريتيكولم تتوزع بقى، عشان الاندوبلازميك ريتيكولم دي لما ناخدها هنعرف انها شبكه الطرق في الايه؟ في السل. فعايزه تخرج الحاجه كده تخرج للاندوبلازميك ريتيكولم وتروح بقى في اي حته في السل. سهل الكلام؟ نقرا الكلمتين دول مع بعض. زي ما قلت لكم يا شباب، احنا عايزين فهم الكلام ده، من غير فهم ملوش لازمه. فهم من غير ما نقرا الكلام ده انا ممكن ما اقراهوش دلوقتي، بس عشان لما تذاكروا تلاقي الموضوع اسهل بالنسبه لكم. طيب، بتتكون من ايه النيوكليس؟ بتتكون من اول حاجه نيوكليير ميمبرين او نيوكليير انفلوب. طبعا نيوكليير ميمبرين هي الكلمه العلميه اكتر يعني. تمام؟ طيب، ات از دبل ميمبرينس. شفتوا ان هو دبل ميمبرينس؟ نرجع اهو، ادي ميمبرين بره اهو، تو لاير اهم، ميمبرين بره وميمبرين جوه اهو، اوكي؟ دبل ميمبرينس ماله؟ ذات سراوند ذا نيوكليس، ومن غيره هو اللي عامل سيبريت الكونتنت بتاعتها من السيتوبلازم، من غيره النيوكليس دي هتبقى هي والسيتوبلازم واحد، صح كده؟ طيب، ات از بيتد، ده مخرم، كونتين ميني تيني بورز او تيني هولز، ليه؟ through which the substance pass between the nucleus and cytoplasm. انا عايز اخرج حاجات، عايز صنعت ريبوزومز جوه، هي عايز اخرجها، صح كده؟ خرجها من النيوكليس للسيتوبلازم. هتخرج ازاي الا اذا كان في بورز، صح كده؟ تمام. الدي ان ايه سبسكرايب بالنسبه لي او ترانسكرايب بالنسبه لي، ار ان اي عايز اخرجه بره عشان اعمل بروتين معين. امال انا اخرجه بره النيوكليس ازاي لو النيوكليير ميمبرين ده مش مخرم، مش بيتد، صح كده؟ طيب، جوه النيوكليير ميمبرين في سيتوبلازم بتاع النيوكليس هسميه نيوكليوبلازم، فهقول لك ات ترانسبيرنت جيلاتينيس، كمان بروتينيس سبستانس، اوكي؟ تمام. inside the nucleus it contain بقى الحاجتين دول، في النيوكليولس وفي الكروماتين، اهي it contain the nucleus and the كروماتين. نتكلم عن النيوكليولس. النيوكليولس دي بقى ده سايت اوف سينثيسيس اوف ريبوزوم. بعد كده الريبوزوم دي هي نفسها هتبقى مصنع البروتين، عارف اللي هو ايه؟ مصنع البروتين، اللي هو يعني ايه؟ مركز اعداد القاده، احنا بنعد القاده اللي هم هيقودوا اصلا يعني. ها، هو النيوكليولس دي هي المصنع بتاع الحاجه اللي هي هتصنع البروتين، اوكي؟ تمام. يبقى هي السايد بتاع سينثيسيس اوف بروتين الريبوزوم، اللي هي الريبوزوم نفسها بعد كده سينثيسايز مين؟ سينثيسايز البروتين. طيب، تخيلوا يا جماعه بقى، لو سيل مسؤوله او سبيشاليزد في تصنيع البروتين، زي سيل بتعمل هرمون في الجلاندس مثلا، ما انتوا عارفين ان البروتين او الهرمونز ده عباره عن بروتين، او 99% يعني من الهرمونز بروتين. طب ما انا يبقى انا عايز ايه؟ ريبوزومز كتيره، صح كده؟ وبالتالي عايز ايه؟ نيوكليولس واحده، ولا ممكن يبقى عندي 2 3؟ يبقى ممكن عندك 2 3. سل بتطلع انزيم، وانت عارف ان الانزيم عباره عن بروتين، طب يبقى فيها نيوكليس واحده ولا ممكن يبقى فيه 2 3؟ ممكن. فبقول لك اهو، مور ذان وان نيوكليولس مي بي فاوند ان ذا نيوكليس، سبيشالي لو السل سبيشالايز ان ذا سينثيسيس اند سيكريشن اوف بروتين. زي ايه؟ زي اي سل بتعمل انزيم، زي اي سل بتعمل هرمون، قلنا اكسبشن وحيد بس يعني بتكلم بقى في العموم يعني، او اي سل بتعمل اي اثر بروتين، صح؟ الطبيعي ان يبقى فيه نيوكليولس واحده، بس ممكن لو السل يعني قويه شويه يبقى فيها ايه؟ 2 نيوكليولس 3 نيوكليولس وهكذا.
اوكي تمام. الكروماتين، الكروماتين دي بقى هي جيناتيك انفورميشن، هي الجيناتيك ماتيريال بتاعتك اللي كاري الجيناتيك تريدز بتاعت السيل، هي دي اللي ربنا خلق عشانها النيوكليوس عشان يحامي ويحافظ على الكروماتين ريتيكولم دي اللي هي بعد كده قلنا هتعمل الكروموزوم، صح كده؟ طب زي ما انتم شفتوها ات از ماينيوت تانجنت فيلمنت، نرجع نتاكد كده اهي ماينيوت تانجنت فيلمنت اهو، صح كده؟ تمام. كويلد اراوند اتش اذر زي ما انتم شفتوا. ايه النيوكليوبلازم؟ ايه اهميتها؟ ايه كاريز جيناتيك انفورميشن اوف ذا ليفنج اورجانيزم، هي دي اللي بتقول الليفنج اورجانيزم ده شكله عامل ازاي وهيعمل ايه والفانكشن والسل وكل حاجه. ها اوكي. ديورنج السيل ديفيجن الكروماتين ريتيكولم ده از تشينجد انتو رود لايك ستراكشر اللي اسمها كروموزومز. فاكرين الكلام ده من مرحله اعدادي وانا قلت العلم تراكمي، انا هسال اي سؤال انت خدته في المرحلات في المراحل السابقه. احنا اسمنا تعليم ثانوي، يعني الاولي ده بتاع ابتدائي واعدادي تابعنا. ها اوكي. فيعني انتوا فاهمين قصدي، اللي عنده معلومه ناقصه يحاول يدور عليها، لو عايز يسال في حاجه يسالني فيها. تمام اتفضلوا يا شباب. طب نفتكر كلمتين عن الكروموزوم في الاعداديه، صدقوني واخدين كلام اكتر من ده. اوكي تمام. نفتكر كلمتين عن الكروموزوم. ديورنج الميتافيز احنا فاكرين في السيل ديفيجن ان بيبدا بالانترفيس اللي بنحضر فيه نفسنا كسل كده ونعمل دوبليكيشن للدي ان ايه، بعد كده بنخش على البروفيز وبعدين الميتافيز وبعدين الانافيز وبعدين التيلوفيز، الكلام ده بتاع الاعداديه. وفي يا شباب يعني ليسونز زي دي لمرحله الاعداديه، اللي عايز فيكم يفتكر الحته دي يدور على ليسون الاعداديه ويدور على الدرس ده ويتفرج عليه تاني. اوكي يا شباب. ديورنج الميتافيز الكروموزومز بقى ابير ان ذا فورم اوف تو كروماتيد، بنشوفها بالمنظر تو كروماتيد ده، وارنجد ان سيل اكويتر، وافضل وقت نعد فيه الكروموزوم في الميتافيز اوف سيل ديفيجن. اوكي يا شباب فاكرين الكلام ده من اعدادي. ديورنج الميتافيز في السيل ديفيجن بلاقي الكروموزومز ابير مور اوبيفيوس، اكتر شكل واضح بشوف فيه كروموزوم ديورنج ميتافيز اوف سيل ديفيجن، ويتش كونسيست اوف تو فيلمنت، بلاقيها معموله كده من تو فيلمنت، كل واحد اسمه كروماتيد ماسكين مع بعض في سنترال بادي اسمه ايه؟ اسمه سنترومير. فاكرين الكلام ده يا شباب. طب كل كروماتيد از كومبوزد اوف نيوكليك اسيد ذات از كويلد ميني تايمز اراوند بروتين مولكيول اسمها هيستون. احنا خدنا الكلام ده قبل كده يا شباب، ان البروتين ده كروموزوم. الكروموزوم ده لما نفرده كده هنلاقيه بيتكون من حاجتين زي ما انتم شايفين، بيتكون من نيوكليك اسيد دي ان ايه ملفوف وكويلد اراوند بروتين مولكيولز اسمها هيستون، علشان نعمل باكينج للدي ان ايه ده ويقدر يتلم كده ويبقى كوندنسد ويدخل جوه النيوكليوس. اوكي متخيلين يا شباب ان احنا كليفنج اورجانيزم عندنا 3 تريليون سيل، تخيلوا الدي ان ايه بتاع السيل الواحده لو اتفرد، هو كويلد اراوند هيستون بروتين اهو، لو اتفرد عارفين طوله هيبقى قد ايه؟ طول اللي في السيل الواحده وانا عندي 3 تريليون سيل طوله هيبقى حوالي 2 متر، 2 متر يعني اطول من اطول واحد فيكم. ها اوكي ده في سل واحده، فعندك 3 تريليون سل تايم 2 متر يعني عندك 6 تريليون متر، يعني توصل من هنا للشمس اللي هي 150 الف كيلومتر رايح جاي 10 20 مره، ما اعرفش عده بقى واحسبه. اوكي سهل الكلام يا شباب. اوكي فلازم الاقي كل مولكيولز من الكروماتين ده معمول من دي ان ايه كويلد ميني تايمز اراوند بروتين مولكيولز اسمها هيستون تو بي ايزلي باكد انتو ذا نيوكليوس، صح كده؟ وعارفين ان الدي ان ايه كاري جينز، والجينز دي مسؤوله عن الجيناتيك انفورميشن، والجيناتيك انفورميشن دي هي اللي كنترول ايفري ثينج اباوت ذا سيل، هي اللي كنترول الشيب والاستراكشر اوف ذا سيل والفانكشن اوف ذا سيل، وهي اللي اورجنايز وريجوليت كل الفيتال اكتيفيتي اوف ذا سيل، وهي كمان اللي بتتنقل من جينيريشن لجينيريشن علشان تحافظ على الجيناتيك تريدز وتحافظ على الاكزيستنس اوف سبيشيز، فهي اللي ترانسفير الجيناتيك انفورميشن او الجيناتيك تريدز فروم جينيريشن تو انذر. طيب معلومه كده للي مش عارفها، كلمه كروموزوم دي احنا سمينا بيها الجيناتيك ماتيريال ليه؟ كلمه كرومو باللاتيني يعني كالر، وكلمه سومز يعني بادي، يبقى معناها كده كروموزومز معناها بالانجليزي كالرد بوديز، علشان الكروموزوم دي ابير اندر مايكروسكوب بعد ما تصبغ السل اس كالرد بادي، فسميناها كالرد بادي عشان احنا شايفينها كالرد بادي، صح كده؟ يبقى بقول لك ان كروموزوم خدت اسم ده منين؟ جيفن ذيس نيم بيكوز زي ار ستيند، بيتصبغوا كده بالبيزك دايز ماشي، سو زي ابير كليرلي اس كالرد بوديز ديورنج سيل ديفيجن، بتشوفها ساعه السيل ديفيجن اس كالرد بوديز، فسميناها كالرد يعني كرومو، بوديز يعني سوم، سميناها كرومو سوم. اوكي تمام. فور الستريشن اونلي للتوضيح فقط، ولكن زي ما قلت لكم الفور فيزز اوف ميتوزيس دول علينا، والميوزيس 1 والميوزيس 2 علينا، كل ده علينا. علينا ليه؟ عشان احنا خدناه قبل كده. اوكي خدناه قبل كده في المرحله الاعداديه ماشي. فور
for illustration only. In normal condition of the cell, في النورمال كونديشن مفيش منظر كروموزوم ده. في النورمال كونديشن نرجع تاني كده, في النورمال كونديشن في حاجه اسمها كروماتين ريتيكولم, ماشي. كروموزوم دي ابير امتى؟ ابيرنج في ساعه السيل ديفيجن بس. اوكي نرجع يا شباب نكمل. For illustration only, in normal condition of the cell, chromosome form a network of chromatin reticulum. زي ما انتوا شفتوا شبكة من الكروماتين ريتيكولم كده. And each chromosome consists of DNA molecule. صح كده؟ أدام أنا عندي 46 كروموزوم يبقى أنا عندي 46 molecule of DNA. طيب, ال four phases of cell division, سواء في الميتوزيس أو في الميوزيس 1 أو في الميوزيس 2, اللي هم البروفيز والميتافيز والأنافيز والتيلوفيز, مشروحين يا جماعة في فيديوهات زمايلكم في الإعدادية اللي عايز يراجع عليهم. قبل ما نبدا السيل ديفيجن يا جماعه, في جيناتيك ماتيريال الدي ان ايه ده بيحصل لها دوبليكيشن في فيس اسمه انترفيس, اند اتش كروموزوم ابير اس دبل كروماتيد في اول فيس يا شباب. في فين؟ في اول فيس في السيل ديفيجن, في البرو فيز. اوكي, في البرو فيز وفي الميتا فيز بيبقى الكروموزوم ابير اس دبل كروماتيد. في الانا فيز والتيلو فيز بيتقسموا الدبل كروماتيد, فالكروموزوم ساعتها بيبقى 1 كروماتيد. اوكي يا شباب, اهي بقول لك الكروموزوم ابير اس سنجل كروماتيد. فين؟ في الانا فيز وفي التيلو فيز, تمام كده. انما دبل كروماتيد فين؟ في البرو فيز وفي الميتا فيز اهو. وايل ات ابير اس دبل كروماتيد ديورينج برو فيز اند ميتا فيز. ومن هنا يا شباب بتيجي غلطه يعني بتوع الاعدادي بيقعوا فيها, وبتوع ثانوي كمان بيقعوا فيها, وبتوع ثانويه عامه بيقعوا فيها. هو ده مستر الكروموزوم ولا ده؟ انت قلت يا مستر ده الكروموزوم اللي بيتعمل من تو كروماتيد ماسكهم سنتروسوم. اقول لك ده كروموزوم وده كروموزوم. ده الايديال كروموزوم, لما يبقى عندك الكروموزوم وكوبي منه. لما تيجي في الانافيز وتفصل اللونجيتودينال سبليتنج للسنترومير وتفصل الكروموزوم عن الكوبي بتاعه, بقى ده كروموزوم ونسخه ثانيه راحت في الاذر بول كروموزوم برضه. يعني انا هفرض واحد زميلكم, هقول لكم اكزامبل بسيط. واحد منكم كده قال مستر ممكن بعت لي رسالة او يعني قابلني كده وقال لي مثلا ايه, مستر ممكن تطبع لي الورق ده اذاكره كده, عايز ورق قدامي كده يعني اذاكر منه. من عينيا يا حبيبي هطبعهم لك. رحت طابع له الورق ده, طلعوا كام؟ طلعوا 10 ورقات, تمام. راح زميلكم ده واخد الورق 10 ورقات دول وراح مصورهم نسخة تانية. طب السؤال بقى, زميلكم دلوقتي بقى معاه 20 ورقه, ولكن ال 20 ورقه اللي مع زميلكم ده لا يعني ان الدرس بقى 20 ورقه. ال 20 ورقه اللي مع زمايلك دول الدرس 10 ورقات ومعاه نسخه ثانيه, هيديها بقى لواحد صاحبه وهيشخبط فيها, هو حر يعمل اللي هو عايزه. بس ال 10 ورقات التانيين دول هم نسخه من ال 10 ورقات الاولانيين, تمام. لو جه واحد صاحبه خد منه ال 10 دول وهو مع ال 10 دول, بقى هو معاه نسخه من الدرس وصاحبه ده معاه نسخه من الدرس, صح كده؟ فهي نفس الكلام. الكروموزوم ده كاري شويه انفورميشن زي اللي كارد هنا, تمام, ولكن هنا عندي نسخه تانية من الانفورميشن دي من الجينات دي, وبالتالي انا هنا مش عامل دوبليكيشن ولا حاجه, انا واخد بس مجرد كوبي. هودي دي في سيل وهودي دي في سيل ساعه السيل ديفيجن, صح كده؟ فبالتالي ده كروموزوم وده كمان كروموزوم, بس ده كروموزوم في سنجل كروماتيد يعني نسخه واحده من الجينز, ده كروموزوم في تو كروماتيد يعني في نسختين من كل جين, ولكن نسختين من كل جين مش معناها اتنين جين, هي جين واحد ونسخه ليه. اوكي, يعني زميلكم ده لو ما لقاش حد يديله ال10 ورقات الزياده اللي هو صورهم, برضه زميلكم ده هيذاكر 10 ورقات بس. ال10 التانيين دول هيعمل فيهم ايه؟ معرفش هيعمل فيهم. اوكي تمام, يذاكر شويه من هنا لما يتشخبطوا ويقدموا يذاكر من الثاني, هو حر, صح كده؟ تمام, فده بنسميه الكرومات بنسميه اهو دوبليكيتد كروماتيد او يعني كروماتيد ليه دبل كروموزوم, سوري, ليه دبل كروماتيد اهو, دبل كروماتيد ات ذا بيجيننج اوف ميتوتيك ديفيجن. فين؟ في البرو فيز والميتا فيز اهو, تيل ذا ميتا فيز. انما ده بقى اللي هو سنجل كروماتيد بسميه دوتر كروموزوم, يعني الكروموزوم الابنه او ابنه الكروموزوم يعني. طيب, عباره عن سنجل كروماتيد. فين؟ في التو فيزز التانيين اللي هم انا فيز وتيلو فيز. ليه؟ انا فصلت الكروموزومات خلاص. نسال سؤالين كده عشان نشوف احنا فاهمين قد ايه الجزء اللي فات. Which of the following is not from the nucleus content؟ انهي دول مش تبع النيوكليوس؟ اندوبلازميك ريتيكولم, طبعا من غير ما اكمل ده مش تبع النيوكليوس. النيوكليار انفلوب تبع النيوكليوس, الكروماتين ريتيكولم تبع النيوكليوس, صح. النيوكليولس تبع النيوكليوس, تمام, هي الاندوبلازميك ريتيكولم من الاول. طيب البورز, the pores of the nuclear membrane act on, البورز اللي موجوده في النيوكليار ممبرين دي فايدتها ايه؟ Transferring RNA into cytoplasm to synthesize protein, هو ده اللي بيحصل فعلا. الـ DNA بيبقى موجود جوه السل وما بيخرجش, هو يبعت نسخة منه اسمها RNA,
تخرج بره عن طريق النيوكليير ممبرين، تخرج بره النيوكليس عن طريق النيوكليير ممبرين، وتروح رايحه للسيتوبلازم، تروح رايحه لمصنع البروتين اللي هو الريبوزومز، تصنع تصنع البروتين اكوردنج تو الانفورميشن اللي هي شايلاها اللي واخدها اصلا من الدي ان ايه، صح كده؟ طيب ده الاختيار الصح طبعا، نشوف بقيه الاختيارات غلط. ترانسفيرنج دي ان ايه تو سيتوبلازم، ثانيه واحده، الدي ان ايه ما بيطلعش بره النيوكليس، اوكي تمام، فانا مش هكمل بقيه الجمله. ترانسفيرنج دي ان ايه، الدي ان ايه مش هيطلع، اوكي، ده الجيناتيك انفورميشن بتاعتي اللي مش هطلعها بره. عارفين زي ما تلاقي مثلا عندكم ايه في كل بيت، يعني انا عندي في بيتي في جزء كده في مكان معين كده في البيت انا بس اللي اعرفه، او انا ومراتي بس اللي نعرفهم، حاطط فيه بقى شهاده الميلاد الاولاد، حاطط فيه عقد العربيه، حاطط فيه عقد البيت، الحاجات دي ما بتخرجش بره الشقه. عايز عقد مش عارف ايه، خد صوره اهي، اتطور لك صوره، خد الصوره والاصل يفضل عندي مش هخرجهولك، اوكي. نفس الكلام دي ان ايه ما يخرجش بره النيوكليس، عايز نسخه اديك نسخه ار ان ايه، انما دي ان ايه جوه النيوكليس. طيب السؤال اللي بعديه، ترانسفير دي ان ايه اند ار ان ايه انتو سيتوبلازم، انا مش هكمل، الدي ان ايه ما بيطلعش. طيب ترانسفيرنج رايبوزومز انتو نيوكليس تو سينثسايز بروتين، حد يقول لي ايه الغلطه في السؤال ده يا شباب او في الجمله دي؟ الغلطه في الجمله دي ان هو لك ترانسفيرنج ريبوزوم انتو نيوكليس عشان نعمل السيتوبلازم، عشان نعمل البروتين. لا، هي ترانسفير الريبوزوم انتو سيتوبلازم عشان نعمل البروتين. لو كان قال سيتوبلازم كنت انا قبليكم احترت بقى نختار الاجابه مين، اوكي، انما قال لك ترانسفيرنج ريبوزوم للنيوكليس عشان نعمل البروتين في النيوكليس، الريبوزوم ما بتعملش البروتين، ما بيتعملش في النيوكليس، النيوكليس دي مالهاش غير هدف واحد بس، تحافظ لك على الدي ان ايه بتاعك، اوكي تمام. عرفنا انهي اجابه، الاجابه طلعت ايه يا شباب، ايه اللي احنا ننقل الار ان ايه بره النيوكليس عشان نعمل البروتين سينثيس. طب السؤال ده، ذا فيجر شو ا بارت اوف سيل، هنا بارت اوف سيل طبعا ده السيل ميمبرين تمام، ستادي ايز ان انسر، طب ما ستادي كده مع بعض. نمبر 1 ده يمثل البروتين مولكيول اللي شويه منهم اكت از جيتس وشويه اكت از ايدنتيفيكيشن سايت. رقم 2 ده يمثل التو لايرز اوف فوسفوليبيد، سهل يا كمان شباب. رقم اللي هو مش قايل عليه ده يمثل الكربوهيدرات، وهم ما بيعتبروهوش الحقيقه في المنهج جزء من السيل ميمبرين، بس هو عارف ان هو جزء من السيل ميمبرين. طيب رقم 3 دي سيبوها بس دلوقتي هقول لكم عليها حالا. رقم 4 دي عشان نخلص منها ده الكوليسترول مولكيول، صح كده؟ طيب ايه 3 دي بقى اللي انت ما قلتش عليها مستر قبل كده؟ ال 3 دي يا شباب هي شويه فيلمنتس زي ما انتم شايفين كده، شويه ثريدز، شويه مايكرو تيبيولز موجوده جوه السيتوبلازم، حاجه اسمها سيتوسكيلتون. اول ما ناخد السيتوبلازم في الليسون الجاي هقول لك ان دي اسمها سيتوسكيلتون. السيتوسكيلتون دي وظيفتها ايه؟ وظيفتها تسبورت السيل بطريقه معينه، يعني ايه؟ بطريقه اقل شويه من السيل وول. خلي بالكم البلانت سيل فيها سيل وول سبورت ايد تمام، انما الانيمال سيل ما فيهاش سيل وول، فالسيل السيتوسكيلتون ده بيعمل شويه على السبورت اوف ذا ايه؟ اوف ذا انيمال سيل، بيحافظ على الشيب بتاعها. فده اسمه ايه؟ اسمه مايكرو تيوبيولز او اسمه سيتوسكيلتون، عباره عن شويه ثريدز وشويه مايكرو تيوبيولز، اوكي. عرفنا رقم 3 ده يطلع ايه؟ طيب نشوف بقى اسئلتنا هنجاوب عليها ازاي. Which of the following part has or have a role in choosing certain substance to enter the cell؟ مين اللي هيختار فيهم الحاجه اللي تخش جوه السل والحاجه اللي ما تخشش؟ طبعا الجيتس بتاعتنا، البوابات بتاعتنا اللي هي البروتين مولكيولز اللي هي نمبر 1 ومفيش غيرها، ها؟ يبقى الاجابه 1 اونلي من غير ما اقرا بقيه الاختيارات. اوكي انا عارف اصل بقيه الاختيارات ايه؟ عارف 2A و3A و4A. اوكي. The structure number 4، مين نمبر 4 ده؟ اللي هو الايه؟ كوليسترول، ماله؟ is considered الكوليسترول ده احنا واخدينه من الترم الاول ليبيد ديريفاتيف ولا كومبلكس ليبيد، عشان هو ولا كومبلكس شور طبعا عارفين ان هو ليبيد ديريفاتيف، كومبلكس ليبيد هو الفوسفو ليبيد، صح كده؟ يبقى الاجابه ليبيد ديريفاتيف، وطبعا ان هو كومبلكس شوجر دي مرفوضه، وان هو بروتين دي برضو مرفوضه. This figure ماشي is characterized by cell membrane ده characterized by كومبليتلي بيرميبل، ده السيل وول هو اللي كومبليتلي بيرميبل، اللي اي حاجه تعدي واي حاجه تخرج، ده بيتت مخرم، اللي عايز يدخل يا شباب يدخل، واللي عايز ما يدخلش ما يدخلش، اوكي؟ اوكي. كومبليتلي امبيرميبل يعني ما فيش حاجه بقى هتعدي دي حيطه، ها؟ ولا حاجه هتعدي ولا حاجه هتخرج، طبعا الكلام ده غلط. طب بيرميبل تو ووتر اونلي، اهو الحقيقه بيرميبل تو ووتر بس بيرميبل لحاجات ثانيه، بس سيلكتيفيتي بقى اللي هيعدي هيعدي بحساب او ما يعديش خالص. فانا بالتالي هضطر ارفض الاجابه دي عشان هو بيقول لك بيرميبل للووتر اونلي، لا ما هو مش للووتر اونلي، هو في حاجات ثانيه بيرميبل والحاجات الثانيه بتعدي، اوكي. بيرميبل تو سم سبستنس، ايوه هو بيرميبل تو سم سبستنس، اوكي تمام. شوف السؤال اللي بعد كده، ذا نيوكليير انفلوب از سيميلر تو ذا سيل وول، ايه وجه التشابه بين النيوكليير ممبرين والسيل وول او النيوكليير انفلوب والسيل وول؟
طيب هنشوف اول سؤال كده ونقارن الحاجه دي على الاثنين. ها يعني بيقول لك ذا تايب اوف بوليمر ذات فورم اتش اوف 1 اوف ذم. تعالوا نشوف، انا ما اعرفش الاجابه، نشوف البوليمر بتاع النيوكليار انفلوب. النيوكليار انفلوب، طب النيوكليار انفلوب بيتعمل من ايه؟ نيوكليار ممبرين يا جماعه بيتعمل من ايه؟ اي ممبرين يا شباب، اي ممبرين، فوسفوليبيد. اوكي، مش احنا قلنا السيل ممبرين معمول من اللي من فوسفوليبيد مع شويه حاجات ثانيه، بس فوسفوليبيد، اي ممبرين هو فوسفوليبيد. فادام ده النيوكليار ممبرين، ممبرين يعني فوسفوليبيد. انما السير وول معمول من سليلوز، يبقى هل البوليمر اللي بيعملهم ده هو ده فوسفوليبيد وده سليلوز، صح كده؟ اللي هو يعني بتاع ده البوليمر، ها سليلوز وده فوسفوليبيد، فيعني ده ليبيد وده بتاع ده كربوهيدرات، فمش ماشي مع بعض. طب ذا بريزنس اوف بور ان اتش اوف ذم، مش احنا قلنا ده فيه بور وده كمان فيه بور؟ اه الاثنين دول فيهم بور، وغالبا دي الاجابه الصح، اتاكد بس ان الاثنين التانيين غلط. زير دايركت كونتاكت والسيتوبلازم، النيوكليار انفلوب اه متصل بالسيتوبلازم مباشره، انا معاكم. انما السيل وول في قبليه السيل ممبرين اللي هو متصل بالسيتوبلازم، فالسيل وول معهوش دايركت كونتاكت مع السيتوبلازم، فبالتالي السي دي مرفوضه. اخر حاجه زير بريزنس ان اول سيل، اولا السيل وول مش موجود في كل السيل، ده موجود في البلانت سيل والفانجاي صح كده، وبعض التايب بكتيريا، مش موجود في الانيمال سيل. طب النيوكليس، حتى لو النيوكليس موجوده في كل السيل، بس هفكركم ان النيوكليس مش موجوده في الار بي سيز، في الريد بلاد سيلز. اوكي يا شباب، يبقى الاجابه رقم 4 دي او دي مرفوضه. فالاجابه الوحيده ان هما الاثنين متشابهين في ايه؟ في البريزنس اوف بورز، صح. طيب السؤال الاخير، اف 1 ريبريزنت كروموزوم، انا رايكم هنا 1 2 3 4 في اي حته كده، ف1 لو هي كروموزوم، و2 هي النيوكليوس، و3 هي الجينز، و4 هي الليفنج اورجانيزم، which of the following figure represent the correct arrangement. رتب لي بقى من بره لجوه، يعني بص هنا اربعه اهي، ثلاثه، تعالوا نشوف احنا نرتبها بره من الكبير للصغير كده، ونشوف انهي رسمه اللي هتنطبق معانا. طيب اكبر حاجه فيهم هي الليفنج سيل، الليفنج سيل فيها ايه؟ فيها نيوكليوس، والنيوكليوس فيها ايه؟ فيها كروموزومز، والكروموزومز فيها ايه؟ فيها الجين. يبقى انا لازم اختار الاربعه، الاختيار اللي بيقول اربعه الاول، بعدين الكروموزوم ده يبقى رقم واحد، اربعه وبعدين واحد، وبعدين سوري اربعه وبعدين اثنين، النيوكليوس، والنيوكليوس جواها الكروموزوم نمبر 1 وبعدين نمبر 3. فنبدا باربعه، كله بدا باربعه، بعد الليفنج سيل في النيوكليوس رقم 2، اربعه بعديها 2، واربعه بعديها 2، دي مش بعديها 2، دي مش بعديها 2، فالاجابه دلوقتي يا بي يا سي. ليفنج اورجانيزم جواها نيوكليوس، والنيوكليوس جواها كروموزوم، يبقى بعد ال 2 1، هنا بعد ال 2 مش 1، وبعد ال 1 3 اللي هي الجين، يبقى الاجابه الصحيحه هي رقم بي. مفهومه يا شباب؟ درس ممتع يا شباب، بيورينا قد ايه سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يعني ابدع في صنع الليفنج سيل اللي هي البيلدنج يونت اند فانكشنال يونت اوف ذا ليفنج اورجانيزم. لسه هنشوف الابداع الاكتر، وازاي بقى كل الاورجانيل اللي هناخدها بعد كده، احنا واقفين خلاص عند النيوكليوس، هنخش دلوقتي عند السيتوبلازم والكونتنت او الاورجانيل اللي موجوده في السيتوبلازم. ستادي هارد يا شباب، المره الجايه هنحل اسئله على هذا البارت، وان شاء الله الليسون اللي بعدين كمل بقيه السيل اورجانيل. ولازم نحمد ربنا على النعمه اللي احنا شفناها، وقد ايه ابدع في صنع الليفنج سيل. ستادي هارد، اتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم.